ستو. ليه يا ستو؟ هتاجي يا اخوي هتاجي. تلاقيها طلعت هنا ولا هنا؟ احنا لسه في اول النهار يا جابر. ما ينفعش اسكت يا بخيتة، دي برضك خيتي، واخاف اسأل الناس يقولوا راحت فين. يبقى تسكت يا جابر. If you don't like this, I have another one. Maybe you will like it. What's your job in your life? What do you do in life? Engineer. Engineer, yes, very good. Is it good for you? رمح رمح عايز افصل. Excuse me, you can go to see everything here. Sorry. في ايه؟ ستو سيبت بيتي في المنيا واختفت، واتدليت وراها على البلد ما لقيتهاش في بيت ابوه. ايه اللي بتقوله ده؟ فسر اللي بتقوله. افسر ايه يا رماح؟ بقول لك مش لاقي ستو. اختك معاك يا جبر. اختك سافرت في يدك، وديتها فين؟ وديتها فين يا حزين؟ Very sorry, there's a family problem. No problem, okay? Please go on. No, no, no problem. هوديها فين يعني يا رماح؟ ست أم دي أختي زي ما هي أختك. وبعدين بقول لك سيبت البيت من الصبح، قعدت مستنظرها للمغرب، لا أنت ولا هي كلمتوني. جيت جاري أشوفها فين. هتكون فين؟ فين؟ والله ما عارف يا رماح. ويمين بالله عمري ما زعلتها في حاجة، دي بيتها بيتي، ولدها كان ولدي، ربنا العالم. أختي فين؟ كانت عندك من ساعة ما مشت يا جاب. إيه؟ يعني ما هشوفهاش تاني؟ أختي فين يا جاب؟ أختك هي اللي سيبتنا وسيبت البيت من غير ما تقول لحد أنا ماشي، وإحنا جايين نسألوكي. هي الأصول الناس تمشي من غير ما تقول سلام؟ مين؟ بخيتة؟ بخيتة مرت اخويا شاب. والله وتخنتي وربربتي في عز اخويا بخيتة. لا وكمان بترد وصوتها بيعلى. الله اكبر. متشكرين متشكرين على الترحيب يا نجاة، متشكرين. ابا ما هي اللي بترد، وكان هي اللي اختها واحنا اللي غر. انا اللي غلطانه اني جيت من بلدنا عشان ادور على ستو. لو كنت اعرف كده ما كنتش طلعت من بيتي واصل. اقفل الكلام اللي بتقوليه اللي ملوش لازمة ده يا نجاة. خلينا في البلوة اللي احنا فيها. اختك ستهم من يوم ما جوزها وولدها ماتوا عقلها طار. لا اختك عقلها بمية راجل.